بكم من جديد أعزائي المشاهدين، وصلنا الآن لفقرة حكاية إنسان وسنبدأها بعد هذا الفاصل. فقرة حكاية إنسان، إذن ضيفنا لهذا اليوم هو الأديب لارا باس والمزيدف، وهو أيضا إعلامي وإن شاء الله عضو في رابطة الاتحاد لدباب الكتاب الموريتانيين وغني عن التعريف. إذن لارا باس، مرحبا بك على مائدة برنامج مساء الخير. شكرا جزيلا، سلم عليكم كاملين، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهني التلفزة الموريتانية إدارة وعمالا على هذه البرامج القيمة اللي طالما الله يبارك فيك عادتي في الرحم الخابي للمشاهد، غنية عن القنوات الكثير الموجودة واللي في الرحم دائما تتكلم لا عن ذاك اللي يهم الإنسان. وبيك المناسبة شاكرين وشكر ثاني، وشاكرينكم أنتم المقدمين. سألت عن راسك المشاهد، طبعا غني عن التعريف، غير اللي تقول إن شنو عن حياتك أنت وعن قصتك مع الأدب. قصتي مع الأدب ما هي كبيرة كبار حتى، قصتي مع الأدب تبقى في حياتك تم راسك. الحمد لله خلقت في ولاية العصابة في مدينة كيفة بالخصوص، وربيت مع أخوالي كعادتي، فرح الأخوال اللي دائما دواما يعياوا وربوا أولادهم، والوالد في مدينة أخرى. غير ذاك ما أحكم الروابط اللي بيناتنا، وعدت نقرأ من مدارس النوامية ونتفرح نقيسو، وكان الوالد ملم بذلك قال ولد حتى غير نادى الله من المدة ما كانت طويلة حتى رحمة الله عليه. الله بعض على كل حال نتمكن حتى، وكان من الغناء اللي يقول الغنى من أجل الغنى. معناها أنك تمانك طارئ على بيئة الأدب، من رأيك بدأت أنت تتعلم الغنى؟ كنت نقول دائما دوام الغنى، الغنى هذا ما هو بسيط قبال حتى، والله إلا تعي الموهبة ودرجاج موهبته عاطيته بأنه يقول الغنى وقاعد يقول منه ياسر في الحقيقة. حساب قبال ما فات داره في الميزان شكون وصالح غير بعض. على كل حال البداية كانت مبكرة حتى، عدت نقوله فقدت من ذاك المبكر حتى، والله شقر سيد اني عييت قط اول، سبحان الله العظيم بن بت اللي بتيت الناقص هذا هو اعر شيء موجود. وبني قلت طلعه من اللي بتيت الناقص، طلعه قاع ما يقاف المده ما هو قاف، قلت طلعه وكانت حذو جراد. ونتذكر شيء منها وفي مناسبه. على كل حال الوالد رحمة الله عليك ساعة موجود، وعقب قال لي الخلل اللي فيها، وعقبت على كل حال هي شيء القريب المجيب للمجيب القريب ساعة معذرين حريثة ومضيع هذرين قال له الصد، ومومني بن مومني انني متعود الحريثة الزرعة فيها ياسر بنه لا ينقيب بياسر من غير قاع الصد ما هم خلي الصد به الكفرة ما هم خلي قاع شيء ما هو مخلي شيء. يبقى قلت يا القريب المجيب يا المجيب القريب يا المغيث الطبيب اللي كاد في الأقطاع فرج من التعذيب الصط في كل نهار يجينا بالتاليب كيف الصب بالأمطار. هاي البداية طبعا كانت مبشرة، ولا تسهل عن هذه البداية اللي هي كان قالها متحرك واحد كانت حزو جرى سؤال مباشرة. وقب قال لي هو رحمة الله عليه بأن هذا قال له متحرك وبنواصل على هذا فضلا هم مقويات الشن مقويات اللي شنو هم الأدباء اللي تأثرت بهم أكثر وكنت أقرأ لهم وكان أغناهم أطربك أنت؟ أنا الأدباء كاملين من ناحية يطربوني كاملين، اللي أنا دائما دوما من يعي يطربني قاع لا شي زين شي زين كامل يسوى هو شنو هو يعملوا قاع ما قاع يديب ولا تم قاع معنو قاع مالي يقولوا ما هو يديب ما شوش أطاربني قاع مباشرة. غير
أكثر أي الأدباء الناس الأولى والله التالية. والله التالية. الأولى والتالية أنا من اللي عندي فيهم تفصيل شوي. الأولى بالحقيقة السلف ما قد حد يقول فيكم شنو تعدل، هم اللي وصلوا لنا هذا بذي المقاييس اللي هي وحافظوا عليه ولا بقى شيء قاعد ما قطوا قالوه مشي طال غير حسب نظري حسب وجهة نظري أنا على الأدباء التاليين طراولو ياسر كيفاش عاد ما درس عاد الأديب ما فرص عليك تعود الأديب متقشف معناها غير الصورة النمطية للأديب الأديب ما ظهره هو من ناحية ما فرص عليه يعود أديب يعود عنده حالة خاصة ويعود لعنده مش يسوى هو شنو هو اللي في نقر قاشو شو هو كانهم قايل أنا عن هذه ما فقل الإسلام به اللي الإسلام يقول إن الله جميل ويحب الجمال هو رجال تعود بمظهر مضبوط وراه هو الجوهر على كل حال يعود أولا طراوله بأنه لديب ما فرص عليه يعود ما ظهره ما هو لايق تقشف وعود كأنه هايت برواية ياك كانوا عود يدور كأنه يترصد الناس ياك كان هم يمسوا منه يعود هو لا يمس منهم من ناحية وثانية الأخرى طراولوا من ياسر من الأمور مع أن هاي بعد المسألة فينا احنا في منطقتنا احنا خلينا نقيسو كنت إنتاجك الأدبي أنت أي أغراض الغناء يستهواك الغزل النسيب الرثاء المدح هو قالوا عنه الغناء وليد مناسب المدح قاع مدح الرسول صلى الله عليه وسلم كل وقت ما يتحد قاع يصيب عنه ولا هو قاع اللبنات اللي راح في الخافي لا يطلع حد بهم راجي من عند هذا الشفيع الأمة يشفع فينا كاملين هاي واحدة اللي مدحه قاع ربه يعني المدح والأغراض الأخرى كاملة كلها وليدة مناسبة لكن لها حسب الظرفية اللي فيها لديب ولا تحكينا حالا طلعا دور يقول فيها ذاك اللي الله وإيهم واردة عليك واردين عليها كاملة لا منهم تبقي يسوى هو شنو هو لا تبقي المدح خلوه هو التالي مدح خلينا هو التالي نختم به ذاك هو لي الله بدأنا بالغزل الغزل أنا بالحقيقة عندي رواية قد يعودوا لأن ما في تمحيتها من راسي ما في تمحيتها قد نعود ماشي بها على نهج الأوائل وقد تعود من ناحية الصراحة صراحة احنا أهل المنطقة اللي كابرانا فيها منطقة صراحة حدرين يعودوا يبقوه يقولوا له بأنهم يبقوه حدرين يعود على كل حال يقدوا ما يقولوا عرفوه قبال حتى غير بعد اسمه مانك ضد فكرة عن التصريح ماني ضد ماني ضدها ضد فكرة عن هذا تصريح ما يتواسى أنا تصريح ما يتواسى فعلا يا غير خارج من التصريح اللي قد ما يفهم منه شيء ولا كيف لاين اسميها ولا توجوني لاين اسميها ولا كذا أنا إذا سميت فلان هم كذا من فلان سمعت مباشرة وهم كذا يا غير ما نقدر نقول فلان من فلان لا نقدر نقول دارهم في البريد الفلانية وواقع له وواقع له وكذا وكذا وهي كذا مواصفات هذا اختصار الوقت تعطينا نموذج من هذا إن شاء الله هذا طلع هذا جاب معها طلع آخرين مظاهرين فيه غير بعد اللي الشوتة من تلياع من تلعم وجابر حمى ذول العم لا يفرق قاع من تلخال ولا العم اللي الشوتة من تلياع من تلخال وجابر حمى ولا العم لا يفرق قاع من تلخال ولا العم وهذا كمثال مع عطل آخرين أراني قاع ما كنت برمجي يكون النطاق أني لا نعطيك نماذج أخرى قال نعطيك نموذج أصلاً القطاع أصلاً يخلق نطاق روايات أخرى غير هذا القطاع غزلي حكمة مساجلات غزلية خالك حد صاحب اليوم حيه من المنبر قال له طالب زيدان قطعنا هو اشتركنا رواية رواية قد تعود أقرب لي أنا من ناحية من ناحية المجتمع أقرب لي أنا وجيتوا
سمعت انه بانه ذيك الروايه مات له قبال قريب منها، وانا مستقريب منها وبقيت نسوله. جيت وقلت له ملان وجابر من زيدان القيوان وفيه مشتي من امنتي والطالب زيدان شو هسه قيوان امنتي. قال لي حتى انا كيفك لا رباس بالدنيا وفطن فاخرتي اللي نبقي من جمع الناس معروفه عنها اللي امنتي. قلت له مصيفي الخوم المقام اسقام امنتي ومشتي الا وتي عنك الاسقام اللي عدت تقد لهم وتي. قال لي عاطي لك للخداء والبوتيق وعاطي وتي والله نمرد منك عار وماشي عنك مفكتي. قلت له طالب زيداني خليك اعرف عني انا ظاهرتي الا لمنتي ذاك عليك يشد معاها باطنتي. قال لي حامد ربي قطعا مقروش اللي وساني من وقتي الا لمنتي منقوش في قلبي عني من لمنتي. قلت له حامد ربي قطعا معلوم اللي وساني لمنتي وفالش من اللي مشي ذاك اليوم ايدي مدفوعه فاخرتي. اصلا كلمه اصلا تنقال باط من ناحيه اللي ينقال هو التوجي. عندك فيش؟ عندي فيه ياسر حتى به اللي التوجي قاع ما صعب عنه. عندي منه نصوص. اعطينا واحد منهم. عندي منه نصوص ياسر قبال حتى والتوجي راه والا في الاشكال. عندي انا بعد التوجي على الاشكال. توجيه شور الاخلاق والتوجيه شور على كل حال حب الوطن، هذا نوع من التوجيه اسمها مباشرة. والتوجيه من ناحية قد لا تحكي انه واقعي قد انا عاقب اللي نقول اطلع اسمها مباشرة في التوجيه اسمها مباشرة الغرض اللي عنده ولاتي الطرك نحكيهم ما هم طيبات قبال حتى ما هم طيبات قبال علي ما هم طيبات علي لا شعر التوجيه عين علنهم قصد انهم ما هم طيبات علي ما هم طيبات علي ما جيت ما احفظ ما جيت محضر تقامت حتى بغنا قلت له احكي لنا شو منه تبغى. انا زين عندي توجيه كيف بين اصحابه مواطن كان خاف من الخاسر يحصل له لا يتكلم ما هو فوان الكلام ويعرف محله ويعس شبه له من قولان الكلام اللي ما متولو يشبه يوحل في امور الدين لتصلح للمواطنين وفي الصوم وفي الصلاة منين يصوموا ولين يصلوا يتحشى اقوال اللعين اقوال اللعين يضلوا ويخلوا عنهم ياسر شين من طبايعهم ويخلوا عنهم طبايع ناس اخرين حد وحل فيهم ينحلوا منه الاخلاق ويمرق عين الناس ويكصف عن بلو غير اللي باطل ماشيين تعدالوا ومونك علو حد من الصالح يفصل بين اللي شرق واللي تلو بالعس على حرمة البلاد به اللي مشي مثل السياد كيف الدفاع من اللي زاد عن سمعته هذا بلو يحميها حد من الفساد باش الصالح يتفصل له والخيانة العاد القاد يحاربها كان يولو عن هالأفراد من اللي مقاد عندي هون بلو بين أصحابه وإن الشباب يتم يقوم بنشاط يطبق مفهوم الأعمال الحرة بالعموم ما يتكاسل ويعدل له شغلة يسوى شنه ويدوم عليها لا يتحصل له منها كفاية لين يروم الشغلة والمغزل له ما يطلب حد سوى معلوم وسوى راخي ما يطلب حد سوى معلوم وسوى راخي هذا ملو من قمان ولامتهم عليهم الراجل يلو عاد الله حراق اللحموم والله من يفر ببكلو ذاك اشبه له وش قال اليوم ومونك لو عدلو وحد يقوم الى عاد القاد ويخلي الكثار والمراد ويقري المنات والاولاد ويقري راسه ذاك افضل حد قرا عند الناس نزاد في القيمه ونزاد في بلو واللي ما يقرا ذاك فساد قال له علم عود وصلوا قال له شغل يزيد البلاء خالق ياسر ثاني قال له بين اصحابه واش بحد يعوض لسانه باش تقر قبال احسانه ويعود مانه ويمانه واهل المال ضري يوقل له وفصل الحق والبرهان وقاف عيات الناس تدلو كان الدهر قبيل مانه وعقد مان الدهر انحلوا بيها وتاد الدين كانوا ما تقولين في الارض نسلوا واش به لتهنى فوطان وبين اهل وعباء وقلوا وقرا بينات الصعبان وفي السقر وعينه انحلوا بين اصحابه مواطن كان خاف من الخاسر اللي يحصل له لا يتكلم ما هو فوان الكلام ويعرف ما حلو ويعس شبه له من قولان الكلام اللي هو متول هذا نوع من التوجيه هو اللي في الحقيقه وخالق توجيه عود رقاش على كل حال لا يوجه حد طريق مستقيم ولا يوجه رقاش على كل حال شور اخلاق الصحابه ويتأسي بهم سمعته مباشرة عندك منه مثال؟ عندي منه غير انا ما كنت محضر قبال حتى لهذا اذا نعطينا مديحية والله الرسول صلى الله عليه وسلم
الرسول أفضل المخلوقات صلى الله عليه وسلم، الرسول أفضل المخلوقات الله الله وبالذات، خاتم مجموع الرسالات مول الشفاعة والمز قدره جا مسطور بليات واللي نافر قدره يز الله محيلو يا المعبود من الخريطة بالهز الأرضية ومحيلو اليهود من الخريطة عن غزة. هم أحد آخر هم أغراض أخرين غرض عن المسيء اللي ساء على الرسول صلى الله عليه وسلم انكر هذا فانكرناه ويا كان قدرنا غيرناه وصل مغير له بعد إله بقلبي هذا ولسان لا نرجى من عند الله الملك المال ثاني الرسول الذات أعطاه الله الفضل الفوقاني والقرآن أعطاه له ومعاه أعطاه السبع المثاني وما من رسل ما خلاه في يوم لما حشر محاني حد فهمه يا الله اسماه بكلامه له مذقاني بقصر عمره وتولاه الضمير الشرعاني. حتى أنا لا ينقش هو بركة فقرة عندنا هون إن شاء الله ونواصل معك أعزائي المشاهدين نتابعوا الآن فقرة منوعات ونواصل معك إن شاء الله في هذه الحلقة. تتواصل في مدينة قسطنطين الجزائرية فعاليات معرض من الأصوات إلى النوبة الذي يروي فصولا من تاريخ الموسيقى العربية والموسيقى الأندلسية التي لاقت اهتماما واسعا في دول المغرب العربي، ويعكس المعرض مسار 800 سنة من إبداعات الموسيقى العربية عبر فضاء تفاعلي ثري ينطلق من الحجاز مرورا بالأندلس وصولا إلى المدارس المغاربية للموسيقى. ويضم المعرض في داخله كما هائلا من المعلومات والأدلة ويتيح فرصة للتعرف على مختلف جوانب الموسيقى المرتبطة بأصالة وتراث مدينة الجسور المعلقة قسطنطينة. القراءة ليست مجرد هواية وسيلة للمعرفة والتعلم، بل هناك فوائد صحية لروتين القراءة قبل النوم حتى لو كانت مجرد قراءة سريعة، من أهمها الوقاية من الزهايمر وتحسين عملية الاستغراق في النعاس وخفض مستويات هرمون الكورتيزول. فقد توصلت نتائج بحث تم إجراؤه مؤخرا إلى أن القراءة السريعة قبل النوم تحسن القدرات المعرفية وتزيد من محصول المفردات، كما أنها تخفف من حدة القلق والتوتر وتبعد عن أعراض الاكتئاب وتساعد على سرعة الغفو والاستقراق في النوم، فضلا عن أنها تحد من مخاطر الإصابة بالزهايمر وتنمي الذكاء العاطفي. بما أنك أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نواصل مع العرب بما أنك نتحدث العنصر عن القراءة، أنت كان مخصص وقت للمطالعة، مطالعة الأدب، مطالعة تتابع جديد وكانك تقوي مستواك. أنا ذاك كنت شاك إني مستواي لباس بي، غير حد دخل قبال وهم الأدب يجبر أهله يعرف عنه ما فيها تتقطع فيها الشواط البال بعيد البال حتى يعرف عنه. على كل حال هون مدارس ناضجة وهون الشباب إن شاء الله فتبارك الله كفيل بحمل الراية ثمان هو بسرة مختلف المدارس وبدؤوا هم اللي شيئا فشيئا عادوا أكثر جبار من كان أولا سمعت بصرة مغني في بيد الهولانية الشائع مغني في بيد الهولانية الشائع نظرا لتوفر هاي الوسائل. معنا شوي فاصل عند الواصل عزيزين المشاهدين. أهلا بكم من جديد عزيزين المشاهدين، نواصل مع الأديب لارباس والمزيدف. إذن لارباس عندنا هنا واحد من أصدقاء صفحة البرنامج على الفيسبوك قالوا المولود المبارك مشيهون يدورك بعد التحية والشكر، قال لك عنك يلعت تحكي وصية محمد الهدار لأولادي منو يبغيك تسمع هذا اللي نحفظ منها بعد ونقول له إن شاء الله وليك الوصية ما كان حد قبال بال من الشباب ما يسوع يعود يحفظها اللي وصية كافية والهدار قاعد ما يقول شيء ما وزن ويقول اطرح بالك لا نوصيك واسمع الوصايا محمد لا تستهون شيشين عليك افضل الاخبار لا ترتب جهل اللغه يا محمد شين وجهل النحو الا ما هو زين خلي الاحكام وفرض العين واللي يا محمد ما وحد ذاك اللي يعود بالدين ولا لا تحسب يا محمد عن مكان ما وهين بدهين الى رحد
رعى لا ترضى لك بنغام صغير ولا تجهل الأحكام وقرى الأحكام على تسقام والتي تتجمع في بلد لا تغتاب وقل الكلام وحذر لا تقعد في وجه حد سرك يا محمد لا تطيه للي ما هو مفلوش عليه وعنك من حد بغاك بغيه اسوى بعد واسوى قرب واسوى بعد واسرع العار تفو بيه الغيه العار اخبار وما تشتد وجمع مجمع قبلك جولي يرجع يختارك تتحير كوني لعدت لين تجيه عود من خيامه الأحمد ولعدت بجاهك هني انعت قاع انك ما نكبيه ولعدت بعلمك واسيه يا محمد الواحد الأحد ولين تواسي اللي خطيه مركت اخبارك يا محمد لا تتواضع للتطراق في المال تواضع للخلاق كبرت انت مانك مشتاق الحمد لله تفقد واعطي واخلاقك لا طوياق واعقد في منين اسوك تعقد اطرح بالك لا ينوصيك واسمع الوصايا يا محمد لا تستهون شيشين عليك افضل الاخبار لا ترتد. هذا هو السيد محمد بن معلوم جاءكم واسعد الله مساكم المختبر الذي بيحكينا في المقصد ابتدى بالتوفيق. والله سبق التوحيد والله ما ادري. بس التوحيد الغزل عندنا في دقيقة منه شيء مش التوحيد التوحيد الوقت ما تلياسر. نقول في المسابقة الفايتة نقول مولانا الامر مولانا مولانا وحده الامر امره ما خالك شي ما هو بيد ولا يتكل حد على عمرو ولا يتكل حد على زيدو المقدر له هون يفوز يفوز ومستحيل يحوز حد البل بل محجوز ميسر له حق عيده والضمير ما هو معزوز في قاف التوحيد نعيده مولانا وحده الامر امره ما خالك شي ما هو بيد ولا يتكل حد على عمرو ولا يتكل حد على زيدو. على ذكر المسابقات شنو رايك في هذه المسابقات في زد اثراها للساحه؟ مسابقات بيني وبينك لا من ناحيه اثراها للساحه من ناحيه اثراء شوف هو الحق واحق ان يتبع وينقال من المنبر اللي هو نحيي هذا الشباب اللي قايم بذي المسابقات سبحانه مباشرة واللي الحمد لله كفيل بانه يقبل المنارة لهذا من حكام سمعته مباشرة عدو حكام للذب الحساني اللي لا يقولوا فيه من النصائح صالحة حد مش ماشي يفكر هو الراس وشارك في احد المسابقات عرفان من قالوا له حق يعتقد منه سمعته مباشرة وثاني قلت له خرا مشكورا من التلفزيون الوطنية اشكر الوزارة واشكر الدولة كاملة بالتعاون معاهم سمعنا مباشرة. شو ما صعبك لقاء الشباب في البلد وكلها يحكي ادب شو ما صعبك ذاك كانوا لا يساهم في شيء من اثراء الساحة من قد هذا لولا الشباب هذا لولا الشباب اللي منهم ذات وصل مرحلة عميد يستاهلها واللي منهم وصل مرحلة أستاذ يستاهلها واللي منهم وصل مرحلة ناقد يستاهلها به اللي أدبهم أهرى بعد الساحة واعطم اللي على كل حال للشباب إنهم يجابروا في بلاده يسوى في مسابقة ويسوى في برنامج وهم هم اللي طرحوا اللبنة لهذا الورق في ذي الجو اللي هو هو اسمانه بسالة وأنا بعد أحييهم كلهم باسمه وكلهم بصيفته فعلا مجهود يذكر فيه وشكر لو ما عندك مستويات هذا ترك العية تلقى في المسابقات الإمام كبار سنا بيني وبينك أنا بعد في المسابقات نقولها لك هون باللي تجبري المشيب اللي ذهنه قاصر عن اللي قد يلحق الشاب تشوفيه ولين تشوفيه ما يتخيل لك بانه ذلي لا هي يحكي عليه بانه هو القايل هو راجع ليش؟ لا نقول لك مسالتين واحد العنايه المعطيه الادب من طرف الشباب اللي ظرك حامل المشعل الادب اللي هو اسمعني مباشره يوم ذاك ما يعود ادباء اسقار يقول الغنى اسمعني مباشره يا خير لا تنسى على الاولى هذا مرويج الاخبار ما يعود ادب وصل لهذا الشباب يا ضروري يقير هم الاستقرار حازوا الادب للكبار وهدموه في روسهم حفظوه وهدموه في روسهم وجاوهم له يبنوا نصوص جديده اسمعوا مباشره هم يتسولوا دابا الاخرين هدموه في روسهم ليك شنو معنى
ذيك الفكره اللي قال لذيب سابقا حفظوه هما سمعوا مباشره وجاوا لا يحسنوا معناها انهم ما قلدوا ثاروا على ذاك النمط ما ثاروا تقالطين المواضيع يطرحوها بشكل جديد معناها بانها المسميات اللي كان على كل حال تقد تعود ماتت كانت مفهومه الا كيف ذا اللي خلف دابا الاخرين كانوا دابا زمن الجاهليه شعراء الجاهليين يقولوا كلمات تستعصى كيف مثلا ظل الهيكل مركل فهم التيم كرار لا وكاريه بش بسش راس كف وبش السرار هذا هذا مثل قد يفهم مراكز العصر اليوم بيني وبينه ما انا اللي مسوله الرسم لك على سبيل المثال وين هو ذاك الشاب اليوم للشباب وتقول له بانه يفسر لك جعبه واحده من الرسم فعلا صعيب شوي فهم المعاني معناها بينهم اولا هذا الشباب اللي قلت لك صغير يشارك في المسابقات الاسباب اللي يعود يقول ذم اللغنه كامل نظرا لانه جبر شباب ثاني سمعت مباشره نقاد وحكام سمعت مباشره يحفظوا من ادب ذو الاولين ويقدروا حتى ملي هم روايه لا نسها عنه هذا النقاد اللي هم ما قلعوا قيمه من قيمه الادباء سابقا ما الله اللي ضافوا لها بانهم على كل حال ما فيهم حد يسوه بشن هو قال شيء ما عاد محفوظ له مكانته وانه من اللي ثانيه الاخرى يستدل به في الوقت اللي يالله الين تقول انت طلعه زينه قد واحد يشوهد لك بطلعه قديمه طلعه قديمه طيب الوقت عاد وافي لعطهم كلمه اخيره تبغى توجهها للدباء الشباب من المنبر اللي هو ما خالق شيء نقدر نوجه له شيء ما هو والدتي بني بسلم عليه لا اقصى ما يكون بني معافي لاني حاسب شيء اسمه مش هو اسمع مباشره بني راجي لا تسمح لي ورانا احنا مولي مسلمين عليها من هون وقايلين على انك الحمد لله ما يجعلش هو قاعد معنا احنا هون الحمد لله هناك وراك شاكركم انتم ومصر مصر بهذا البرنامج اللي هو سمعت مباشره مطبقين في الديمقراطيه الحمد لله وصلنا سوى حاضر اسمع الناس انتم اللي موجود شكرا الله يبارك فيكم مشكور شكرا على تلبيه الدعوه اذا لينا ختموا مع القطب المحمد بن فاضل للسالك القطب المحمد قال تحياتي لكم ولكافه اسره البرنامج وشكرا لكم على تقديمكم الجيد لبعض مواضيعكم المفيده والشيقه احيانا وتقبلوا تحياتي كصديق دائم للبرنامج شكرا لكم اذا شكرا لك اخ القطب فاضل للسر قال مساء الخير مساء الامل والسعاده والمستقبل الزاهر الحافل بالعطاء والنجاح والتواصل والمحبه والسرور لكم مقدمي برنامج مساء الخير وكل مساء وانتم احلى واصح واطيب ونحو الافضل والاحسن تحيه لك فاضل تحيه للمشاهدين كامل اعزائي المشاهدين انتهى وقت البرنامج وفي ختامه أشكر باسمكم الأستاذ الأديب العرباس والمضيدف وهذه تحياتي وتحيات الطاقم الذي أسرف معنا على إنجاز وإعداد هذه الحلقة في الإخراج مصطفى وفي الإرسال الشيخ تيري وعلى الصوت إبراهيم وفي المونتاج ماما وهذه تحياتي أحمد السبتي والسلام عليكم.